وللحديث أكثر عن مبادرة صناع الأمل نرحب بضيفنا في الاستوديو محمد عمران، مدير مشاريع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومنسق مبادرة صناع الأمل. أهلا وسهلا فيك معنا. يعني كنا عم نتحدث عن الحفل التاريخي اللي شهدناه العام الماضي لختام صناع الأمل، اليوم نتحدث عن هذه المبادرة بشكل عام. لو تطلعنا عن هذه المبادرة بشكل عام وما هي رسالتها الأساسية؟ صحيح. أولا، مبادرة صناع الأمل هي المبادرة الأكبر من نوعها في الوطن العربي لتكريم أصحاب العطاء. تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على مختلف المبادرات ومشاريع صناعة الأمل التي يسعى أصحابها إلى تحسين جودة الحياة في مجتمعاتهم. حلو. يسعون إلى معالجة القضايا الملحة. يسعون إلى مساعدة الفئات المحتاجة والمهمشة في المجتمع. أيضا مبادرة صناع الأمل تسعى إلى الاحتفاء وتكريم جنود الخير المجهولين الموجودين في عالمنا العربي، الذين يعملون بلا كلل ولا ملل لمساعدة غيرهم دون انتظار مقابل. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: هنالك الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون بصمت دون انتظار مقابل، هؤلاء هم النجوم الحقيقيون الذين يجب أن نكرمهم. مبادرة صناع الأمل تندرج تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تضم 33 مؤسسة ومبادرة. كلهم يعملون تحت رسالة واحدة، رسالة صناعة الأمل، رسالة طمس اليأس والسلبية، رسالة النظرة إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية. طيب أستاذ محمد عمران، لماذا نكرم صناع الأمل إذا كانوا هم لا ينتظرون التكريم؟ بمجرد تسليط الضوء على صناع الأمل فإننا في الأول نشجعهم على الاستمرار. حلو. ونقدم لهم الدعم. هذا الدعم ممكن يكون دعم مادي، دعم معنوي، أو حتى دعم إعلامي. هذا الدعم يساعدهم على أول شيء يساعدهم على تطوير هذه المشاريع، يساعدهم على زيادة عدد المستفيدين من هذه المشاريع، وفي نفس الوقت أنه يكون إبراز هذه الأمثلة يكون لغيرهم من الشعوب العربية محرك ليجعلهم يلتحقون بهذا الركب وبقافلة صناعة الأمل. هل هناك معايير محددة يتم من خلالها اختيار صانع الأمل؟ أو إذا بنسأل السؤال بطريقة أخرى، من يستحق لقب صانع الأمل؟ صانع الأمل هو قد يكون أي شخص، هو أي فريق، أي جهة، أي مؤسسة غير ربحية لديها مشروع أو مبادرة قائمة ذات طابع إنساني، ذات طابع مجتمعي، ذات طابع تطوعي. يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى إحداث فرق، وإن كان فرقا بسيطا، ولكن هذا الفرق فرق إيجابي في مجتمعاتهم. حلو. طيب ما هي مجالات صناعة الأمل؟ لا يمكن حصر مجالات صناعة الأمل بمجالات معينة، هذا يكون ظلم لصناعة الأمل. صناعة الأمل قد تكون لها عدة طرق، قد تكون لها عدة أفكار مبتكرة لصناعة الأمل. ولكن على سبيل المثال، هنالك مبادرات في الصحة، هنالك مبادرات في التعليم، مبادرات في تمكين المرأة، مبادرات في خدمة المجتمع، مبادرات في تمكين الشباب وما إلى غير ذلك. طيب لماذا تم اختيار هذه المبادرة في هذا التوقيت تحديدا؟ لهذا الدرجة يعني ترون بأن مجتمعاتنا بالفعل بحاجة للأمل؟ الإجابة على هذا السؤال بأخذكم وياي سنة قبل. بالتحديد في شهر فبراير في سنة 2017 كانت هنالك محاضرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القمة العالمية للحكومات. عنوان هذه المحاضرة كان استئناف الحضارة. في هذه المحاضرة ركز سموه على ضرورة الأمل لاستئناف حضارتنا العربية، هذه الحضارة التي كانت لها مكانتها في العالم، هذه الحضارة التي كانت لها إسهاماتها في تطور البشرية ولا زالت لها أثرها في الحضارة الغربية. نعم. الأمل في هو المجتمعات العربية في أمس الحاجة إلى الأمل في هذا الوقت. الأمل، عن طريق الأمل يمكننا أن نشحن طاقات المجتمع العربي المهدورة ونحولها إلى طاقات منتجة. الأمل ممكن أن يصنع الاستقرار في مجتمعاتنا. الأمل هو مهمة حضارية يجب أن نكون كلنا جزء منها. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: لا توجد قوة في حياتنا تستطيع أن تغير المجتمعات إلى الأفضل أفضل من قوة الأمل. حلو. طيب بين الدورة الأولى والثانية، ما الذي حققته صناعة الأمل وما الذي تتطلعون إليه؟ بداية، بدأت مبادرة صناع الأمل في شهر فبراير من السنة الماضية. بدأت بتغريدة مبتكرة من صاحب السمو، كانت عبارة عن إعلان لوظيفة صانع أمل في الوطن العربي. لاقت هذه التغريدة رواجا في الوطن العربي،
هدفنا في البداية كان الوصول إلى 20,000 طلب صانع عمل. تفاجأنا بتوافد الآلاف والآلاف من هذه المشاركات حتى وصلنا مع نهاية الدورة الأولى إلى أكثر من 65,000 طلب. ما شاء الله. هذا الشيء أدى في بانعكاس على نفوسنا نحن فريق صناع الأمل بأن هناك حاجة ملحة لمثل هذه المبادرة في المجتمع العربي، هناك حاجة ملحة لأصحاب هذه المبادرات بلفتة بسيطة لتشجعهم على الاستمرار في مثل هذه المبادرات. في هذه السنة وحتى الآن تخطينا عدد مشاركات الموسم الماضي ووصلتنا الآلاف والآلاف من القصص. لاحظنا وجود الكثير من المبادرات الشبابية، أيضا لاحظنا وجود مبادرات رأت النور فور انتهاء الدورة الأولى، فهذا يدل على أن صناع الأمل نجحت في نشر هذه الرسالة في المجتمع العربي. أيضا وجدنا بعض من المشاركات التي شاركت معنا في الموسم الأول شاركت أيضا في الموسم الثاني. إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن هؤلاء لم يتوقفوا عند نهاية الموسم الأول وإنما استمروا في أعمالهم، وسعوا من نطاق أعمالهم وزادوا عدد المستفيدين وشاركوا معنا. صراحة أجمل ما في كلامك هو بأنه صحيح نحن بأمس الحاجة للأمل، لكن أكدت لنا بأنه صناع الأمل كثر في الوطن العربي وهذا هو المهم. كلمة أخيرة لصناع الأمل في الوطن العربي. هي دعوة من فريق صناع الأمل لجميع صناع الأمل الذين لم يقدموا حتى الآن. باب الترشيح لا زال مفتوح حتى 24 من هذا الشهر. إن كنت من صناع الأمل شارك معنا عن طريق الموقع الإلكتروني www.arabhopemakers.com. إن كنت تعلم بصانع أو صناع أمل في محيطك يمكنك ترشيحهم عن طريق قنواتنا في مواقع التواصل الاجتماعي @arabhopemakers أو عن طريق الهاشتاج صناع_الأمل. محمد عمران يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. محمد عمران على هذا الاستضافة. مدير مشاريع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وأيضا منسق مبادرات صناع الأمل. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشكور.